بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. معلومات الإنسان بالنسبة إلى مجهولاته كثيرة، بحيث لا يقاس علمه بجهله. وكلما الإنسان صرف وقته لتحصيل العلم فإنه سيحصل قليلا من العلم. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهناك مثل معروف أن العلم يخاطب الإنسان ويقول له: أعطني كلك أعطك بعضي. إذا الإنسان كل وقته صرفه في العلم التعليم والتعلم سيحصل قليلا من العلم. هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى كلام كثير حوله. يقال إن أحد العلماء كان جالس على منبر ذي ثلاث درجات، فسألته امرأة مسألة فقال: لا أدري. سألته مسألة أخرى فقال: لا أدري. سألته مسألة ثالثة فقال: لا أدري. وفي الحديث الشريف بين قوسين: إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فلا يستحي أن يقول: لا أعلم. فقالت له المرأة: إذا أنت ما تعلم لعد ليش قاعد على هذا المنبر؟ قال: هذا المنبر ثلاث درجات، أنا ارتقيت ثلاث درجات بمقدار علمي، ولو أردت أن أرتقي على منبر بمقدار جهلي لازم المنبر يكون يعانق عنان السماء، يكون مليون درجة إلى أو أكثر. وهذا أمر واضح. نعم، الله عز وجل بإرادة غيبية منه أعطى الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة بواسطة الرسول علم ما كان وما يكون وما هو كائن. وهذا الأمر هم
كما هو موجود في كتب الشيعة كذلك ذكرته العامة، حتى في البخاري في أصح الكتب عندهم موجود أن رسول الله أخبر بما كان وما يكون وما هو كائن بتفصيل في محله. على كل حال، بس عامة الناس غير النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام مجهولاتهم أكثر من معلوماتهم، ولذا لأن المجهولات أكثر من المعلومات ندب الإسلام الإنسان ليتواضع للعلم، لأن الإنسان إذا تواضع للعلم يحصل، ما يغلق ذهنه وفكره وقواه على المعلومات، لأنه إذا تصور أنه هو مستغني عن العلم خلص ما يقبل أي شيء. لكن إذا الإنسان علم هذا المقدار أن مجهولاته أكثر من معلوماته، الإسلام ندبه قال روح اتعلم وقل رب زدني علما. وآيات كثيرة حول فضيلة العلم والعلماء، وكذلك روايات كثيرة. المرحوم الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عقد بابا، الباب الثاني، الكتاب الثاني في كتاب الكافي هو كتاب فضل العلم. إذا الإنسان تواضع للعلم يحصل العلم، لكن إذا استكبر وتكبر وأخذه الغرور هذا الإنسان يبقى جاهلا. حتى في الحديث الشريف الحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدها عند منافق أخذها فهو أحق بها منه. إذا فد منافق اللي هو كافر باطنا ذكر حكمة، أنت لا تنظر إلى أنه هذا منافق، انظر إلى أن هذا الكلام حكمة، فأنت المؤمن أحق بتلك الحكمة من ذلك المنافق. هذا تواضع للعلم. زين، إذا الإنسان علم بأن جهله أكثر من علمه، وعلم بأنه لازم يكون متواضع للعلم، النتيجة لا يصاب بغرور، وإذا أصيب بغرور النتيجة أنه يمكن ينكر كثير من الأمور وتلك الأمور هي حقائق، فيضر نفسه قبل أن يضر غيره، لأن الإنسان اللي يختلف مع الحقيقة أو لا يقبل الحقيقة هو يتضرر، وبل يضر غيره. يقولون واحد من علماء الآثار الغربيين ومن كبار علماء الآثار في إحدى كتبه أنكر وجود نبي الله موسى، نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول أنه هذه شخصية خرافية، أصلا ما عدنا فد شخص بالتاريخ اسمه موسى، ما عدنا مجموعة في التاريخ اسمها بني إسرائيل كانت في مصر، وإنما هذه أساطير. لماذا؟ يقول لأنه إحنا في مصر بحثنا في الآثار لم نجد أثرا من الآثار من بني إسرائيل. زين، أولا مقدار المكتشف ولو هو كثير، لكن كثير مو مكتشف أيضا، ولحد الآن باستمرار نسمع بالأخبار أن هناك آثار جديدة اكتشفت. وثانيا التاريخ هو في الأساس أصلا تاريخ الملوك، مو تاريخ المستضعفين، مو تاريخ الناس العاديين. يعني أنت افتح كتاب تاريخ شنو موجود في هذا كتاب التاريخ؟ الملك الفلاني كذا والرئيس الفلاني كذا والحرب الفلاني كذا، هو هذا التاريخ، تاريخ الملوك، أما مو تاريخ المستضعفين. لذا أخبار المستضعفين وقضاياهم وما إلى ذلك ما موجودة، والآثار اللي الفراعنة في مصر خلفوها آثارهم هم، يعني حنطوا أجسادهم بنوا هذا البنيان العظيم لأجل تكون مقابر لهم،
وخلفوا قصور وعلى كل حال نحوت وما إلى ذلك. فد واحد مستضعف منه بفكرة حتى أنه مثلا يخلي له فد أثر أو فد شيء. على كل حال المقصود أنه هذا لم يجد أثرا، لم يجد أثرا، يعني هذه الحقيقة باطلة ما موجودة. هذا الغرور العلمي، لأنه اكتشف بعض الأمور وصل إلى مرحلة اغتر بعلمه، انخدع بعلمه. لأن الغرور في اللغة العربية من مشتق من غرة، غرة بمعنى خدع. لذا من أسماء الشيطان الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني كثير الخداع. الإنسان اللي يصاب بالغرور في الواقع ده يخدع نفسه، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ده يخدع نفسه أو يخدع بالشيطان أو بالهوى أو بما يشبه ذلك. الله في القرآن الكريم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن العلماء كلما ازدادوا علما يكتشفون عظمة الله سبحانه وتعالى أكثر، ويكتشفون حقارة وجود الإنسان مقابل هذا الكون الرحيم. لكن إذا أصيب هذا العالم بالغرور، سألت واحد من الإخوة، قلت له بعض علماء الفلك في العصر الحاضر ذولا ماديين ينكرون وجود الله، مع أن علم الفلك فد علم يكشف كثير من عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني وين السابق اللي كانوا يتصورون أنه العالم ينحصر في هذه الأفلاك، 9 أفلاك وخلص؟ وين الآن اللي اكتشفوا أنه العالم مكون من مليارات المجرات، وكل مجرة لا أقل فيها مليارات النجوم، والشمس اللي عندنا إحدى هذه النجوم الصغار أصلا، وهاي مليارات المجرات اللي في كل مجرة مليارات النجوم، وكل يوم بتطور وسائل التلسكوب وأمثال ذلك يكتشفون أشياء جديدة. قبل كم سنة خبر نقل أنه نجمة كانوا يرونها بالتلسكوب، فهذه النجمة تبعد عن الأرض 4 مليارات سنوات ضوئية، من السنوات الضوئية. الضوء هو كل دقيقة يتحرك 300 ألف كيلومتر سرعة الضوء، 300 ألف كيلومتر ومقدار قليل. هذا في الثانية، بالدقيقة اشقد، وبالساعة اشقد، وباليوم اشقد، وبالشهر اشقد، وبالسنة 4 مليارات سنة هذه تبعد عن الأرض. فشاهدوا انفجار هذه النجمة، فقالوا هذا نور الانفجار اللي الآن وصلنا، هذا مال قبل 4 مليارات سنة، يعني قبل 4 مليارات سنة هذه النجمة انفجرت انتهت، بس نور انفجارها الآن وصل لنا. يعني واحد عندما يشوف هذه الأمور يكتشف عظمة الله سبحانه وتعالى أكثر. فسألت ليش بعض هؤلاء علماء الفلك ملحدين أصلا لا يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى؟ فقال لأنهم أصيبوا بالغرور. هذا كلما يكتشف هذه العظمة أكثر يشعر بأنه فتشيء مثلا، فيصاب بالغرور، وغروره يسوقه إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. على كل حال الإنسان معلوماته محدودة، والإسلام يندبه على أن يكون متواضعا لطلب العلم والتعلم من المهدي إلى اللحد، وليعلم أن علمه قليل، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا وصل إلى هذه الحالة، أولاً ما ينكر كل شيء لا يعلمه، لعل هذا الأمر من مجهولاتي. الشيء الثاني يتواضع، يروح يتعلم لعله يكتشف بعض الأمور. أما أنه الإنسان يصاب بالغرور فهذا أول
مزالقة لأنه ينكر الحقيقة، وإذا أنكر الحقيقة هو يتضرر. هاي الآية الشريفة اللي تلوناها في أول البحث، الله عز وجل يصف حال المشركين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإحاطة يعني الاشتمال، الحائط هم يسموه حائط، لماذا؟ لأنه يحتوي كل البيت، يحيط على كل البيت. الإنسان لم يحط بعلم شيئا، يمكن فتزاوية من الزوايا يعرفها. الآية الشريفة تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فتظاهر بس شنو هاي الحقائق اللي موجودة في هذا الظاهر لا يعلمونها. والعلم كل ما يتطور ينكشف بعض وقليل من هذه الحقائق. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني يكذبون بالقرآن، يكذبون بالمعاد، يكذبون برسالة الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنهم جهلة. هذا العلم عندما يجي ما يريد يقبل هذا العلم، لم يحط بعلمه لأنه جاهل به أو جاهل ببعض زواياه. بعدين الله عز وجل يقول تكذيبهم بضررهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني الآن لم يعرفوا حقائق القرآن، التأويل يعني في هذه الآية بمعنى حقائق القرآن أو للقرآن ومرجع القرآن، ولكن اليوم اللي يموت فبصرك اليوم حديد، يكتشف الحقائق أو بعضا من الحقائق بس بعد ماكو علاج، لا يوجد طريق لتصحيح ما فات. ولما يأتهم تأويله، بعدين الله عز وجل يقول هذا مو مهم لأنه لا يضر الله شيئا. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الإنسان لازم لا ينكر شيء لا يعلمه أو لا يستوعبه أو لا يفهمه، بل إذا عرف وعلم فيصدق به، إذا ما عرف ما علم، وخاصة إذا كان صادر من الرسول صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يرد علمه إلى أهله. يعني الآن إحنا عندنا في الظاهرة صايرة فد موضة، الآن كثير من أدعياء الثقافة والتنوير أي شيء أي حديث أي كذا ما يعجبه ينكره، يقول هذا كذب، هذا تقول، هذا واضع. لماذا؟ لأنه لم يعجبه هذا الحديث. مثل الوهابيين، أي حديث في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يعجبهم فورا يقول موضوع كذب، ما إلى أساس، مختلق. قسم من جماعتنا هم نفس الحال صاير لهم، شوف حديث عن الإمام الصادق ما يفهم هذا الحديث زين، أو مثلا يشوف أنه ما ينطبق مع بعض الأمور التي يتصور أنها من العلم فورا يقول هذا كذب. إحنا في الأحاديث عندنا الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الكاظم، غيرهم عليهم الصلاة والسلام يقولون إذا جاءكم منا الحديث، إذا علمتوا بي عرفتوا اعملوا بي، إذا ما افتهمت فرده إلى أهله. مو أنه فورا تقول كذب، لا، أرجعه إلى الإمام قل أنا ما أفهم، اتهم فهمك، اتهم علمك. ليش؟ لأنه إحنا كثير من المسائل ما نفهمها، لا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا حديث الآن ما نفهم معناه شنو، ولعل البعض من أعداء أهل البيت يهرجون ضد هذا الحديث، هذا مو معناه لأن العدو يهرج ضده فهو باطل. ونفس هاي الحالة موجودة بالنسبة للقرآن الكريم، خب شنو نسوي ويا القرآن الكريم؟ ننكر القرآن؟ نقول هذا هم كذب؟ إذا واحد الآن يراجع الكتب وبعض المقالات وكذا، خاصة هالمئة سنة الأخيرة اللي كتبت، كثير أكو ضد القرآن، إما مباشرة إما غير مباشرة. هسه لأنه هذا العدو دا يتكلم ضد القرآن زين، وبعض الأمور أنا يمكن ما أفهمها، شنو معنى هذه الآية ما أفهمها، يعني كذب؟ لا،
كذلك في الحديث الشريف وفي الحديث عندنا أن كلامنا أو أن حديثنا صعب مستصعب، لأنه هو عدل القرآن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلامهم كله مقتبس من القرآن الكريم. ولذا عندنا قاعدة، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم الحديث عنا فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فلم نقله. لأن أهل البيت عدل القرآن، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. معنى ذلك أنهما لا يفترقا حتى يرد علي الحوض، كما في حديث آخر أو في نفس الحديث. كلام أهل البيت كله مقتبس من القرآن وكله موافق للقرآن. هسه إذا أنا ما أفهم، المشكلة في فهمي وليس المشكلة في النص. هاي القضية معروفة، أنه امرأة تزوجت بعد 6 أشهر من زواجها ولدت، المتعارف 9 أشهر، زين 6 أشهر مو متعارف، لكن هذه المرأة ولدت بعد 6 أشهر من زواجها. جابوها إلى عمر ابن الخطاب فأمر برجمها، هذا يبدو قبل زواجها، على كل حال انعقدت نطفة هذا الطفل، فأمر برجمها. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام استوقف، شاف مريدة يجروها ليرجموها، قال: ارجعوا، رجعوا إلى المسجد. الإمام عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ قال: برأ هذه الامرأة آيتان من القرآن، آيتين من القرآن تبرئان هذه الامرأة. شنو هي الآيتان؟ ما هي الآيتان؟ الآية الأولى: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل 9 أشهر أو أقل أو أكثر، بس الآية تقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا 30 شهر، الحمل والفصال يعني الفطام من الرضاع، ينفصل يعني عن الرضاع. وآية أخرى تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين يعني 24 شهر، لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا هو مستحب أنه الطفل لا يفطم بسرعة، يرضعوه إلى 2 سنين، وأكثر من 2 سنين مكروه، لأنه إذا تجاوز 2 سنين عمره هذا الحليب يوجب الحمق، وأقل من 2 سنين هذا يوجب، حسب حتى العلم الجديد، يوجب سلامة نفسية الطفل، لا يصاب باختلالات نفسية، لأن دقات قلب الأم هي توجب الطمأنينة والإطمئنان إلى. هسه غير الجانب العاطفي، الجانب الطبي أيضا. على كل حال، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر، وذيك الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. قلل 24 شهر من 30 شهر، ايش قد يبقى؟ يبقى 6 شهور. فأقل الحمل 6 أشهر. نعم هذا نادر، اي نادر. الآن حتى في الطب الحديث يقولون الطفل إذا وصل العمر إلى 6 أشهر وولد يمكن أن يعيش، طبعا بأجهزة، وإذا شوية بنيته تكون قوية يمكن بدون أجهزة هم يعيش. زين، هسه هذا ما افتهم هذا الترتيب في القرآن، يجمع آيتين بينهما، أمر برجم امرأة بريئة، ولولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت ترجم وتقتل، ومصير الطفل شنو؟ أنه يتهم أنه طفل مو من أبوه، فد مشكلة تبقى إلى نهاية حياة هذا الطفل. هسه ذاك ما يفهم، مو معناه أنه هذا الحكم ما موجود، هذا طبعا أقل الحمل 6 أشهر، وأكثر الحمل 1 سنة، أكثر من 1 سنة ما يمكن، ولو أن بعض العامة يقولون 4 سنوات، ما أدري 12 سنة، 9 سنوات، ذاك بحث آخر. على كل حال، كل واحد ينفصل عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يصاب بهذه الأمور. عموما المقصود أنه إذا حديث، خاصة إذا العامة هرجوا ضده، هذا مو معناه أن هذا الحديث كذب. إذا أنا أعرف معناه أعرف، إذا ما أعرف معناه لازم أرد إلى أهله، أقول أنا ما أفهم. وطبعا العلماء شارحين هذه الأحاديث ومبينيها، واحد إذا يراجع ويكون مستوى مناسب يمكن يستوعب هذه الأجوبة، لكن إذا واحد يهرج خلي يهرج، على كل شيء يهرجون.
مو على الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا شاعر، كاهن، مجنون، حتى بالنسبة للقرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. راح شاف التوراة، شاف الإنجيل كذا، جمع هاي الكلمات كذا، سواها بلسان عربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لكن هذا مو مهم، لأن المهم أن الإنسان يكون على الطريق المستقيم. هسه إذا الناس ما كانوا على هذا الطريق المستقيم أو استهزؤوا به، خلوا يستهزئون اتفاقا. فد حالة صايرة الآن، وهذه حالة سلبية جدا، إذا فد مطلب في رواياتنا موجود في كتب العامة، كثير من الناس صابون بإطمئنان، اي هذا موجود، مثلا في البخاري موجود، في مسلم موجود، في الكتاب الفلاني موجود، وإذا ما موجود شوية يصاب بالتشكيك وما إلى ذلك، مع أنه القاعدة بالعكس. إحنا القاعدة يقول اللي يوافق العامة هذا تركه في الأحاديث المتعارضة، واللي يخالف العامة ففيه الرشد، الرشد في خلافهم، لأن هم كل شيء غيروا، فأي شيء مخالف لهم الرشد فيه، لأنه يتبين هو الحق. وهذا مو فقط احنا نقوله، حتى في كتبهم موجودة، في إحدى صحاحهم موجود أنه أحد الصحابة، يمكن في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري يسموه في بالي، بس في أحد الصحاح يقول ما أعرف من الشيء الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الصلاة، وقد ضيعوها. يقول الشيء اللي كان في زمان الرسول بس الصلاة أعرفه منه، وهاي الصلاة هم ضيعيها، يعني كل الأمور غيروها. نعم، فد مرة احنا نريد نحتج عليهم، نستدل بما في كتبهم احتجاج، مثل ما انت تحتج بنصراني تستدل بالتوراة، تستدل بالإنجيل. الآية تقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تروح تدور في التوراة أو في الإنجيل تشوف يا قسم موجود فيه بشارة برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الاحتجاج عليه مو معنى أنه إحنا نقتنع بما هو موجود فيهم، بل نحن نقتنع بما هو موجود من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وآله في وصيته قال ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شلون نتمسك بأمير المؤمنين؟ يعني أقواله. شلون نتمسك بالإمام الصادق، بقية الأئمة، أقوالهم الموجودة. هسه إذا فد واحد الله غضب عليه وأضله بسبب سوء أعماله، هسه إجا شاف حديث في الكافي قام يستهزئ بي، خلي يستهزئ بي، مو يستهزئون بالقرآن، مو يستهزئون بالصلاة، مو يستهزئون بالصوم، مو يستهزئون بالحج. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الإنسان إذا أصر على حقه، الحق يثبت نفسه. تتذكرون يمكن قبل سنوات شنو هذا الاستهزاء كان بالشعائر الحسينية، وبعض الشيعة في بعض المناطق يخافون لا يظهر لا يصور لا كذا، باكر يروح بالصحف يستهزئون بينا ما أدري شنو من هالقبيل. لكن شاهدنا بعد سقوط صدام لعنة الله عليه، الناس في العراق وفي غير العراق خرجوا بمختلف أنواع الشعائر الحسينية، وأصروا على رغم الإرهاب وعلى رغم التقتيل وعلى رغم كذا، شوية شوية هذه الأمور صارت طبيعية لدى العالم، هذه جماعة لهم طقوسهم حسب تعبيرهم يعني. وثم بعد ذلك بدأ حالة الإعجاب، لأنه الاستهزاء باطل، إن الباطل كان زهوقا. وكثير من الناس عندهم عقول، اليوم الأول ما افتهم، اليوم الثاني ما افتهم، يوم الثالث راح يعمل عقله، خلص الآن أمر صاير طبيعي، سيريد يستهزئ خليه يستهزئ. على كل حال الإنسان لازم دائما تكون هذه الآية مد نظره، ولا يكون من هذا القبيل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.